مشاهدينا الكرام متتبعي قناه شوف تي في، اهلا وسهلا بكم في هذا البث المباشر مباشره معكم من عاصمه الانوار الرباط. ما قالت الي الاوضاع بسبب غلاء ديال الكبش ديال عيد الاضحى ولا تيضر في الخاطر بكل امانه وبكل صدق، ولا تيضر في الخاطر السيده يعني من سيدي موسى فسله هبطت الرحبه لا ديال العيده، هبطت الرحبه لا ديال الرباط، لقات الحولي غالي، لقات الحولي غالي وغدا العيد عند الجبنيتات الوضعيه ديالها صعيبه، تتعاني معاناه حقيقيه بكل امانه وبكل صدق. انا ما لقيتش ما نقول لها بكل امانه وبكل صدق اخوتي المغاربه، ما لقيتش ما نقول لها. اش تقول لها السيده؟ ما عندهاش عندها 250 درهم اخوتي، انا شفتها 250 درهم هي اللي عندها، 250 درهم هي اللي كتكسب. شنو غادي دير بها 250 درهم؟ شنو غادي دير ب 250 درهم؟ شنو غادي دير؟ شنو غادي تشري لها اصلا 250 درهم؟ شنو غادي تشري لها اصلا 250 درهم اخوتي المغاربه؟ جوج وليدات تيقولوا لها امي بغينا حولي العيد، شنو تقول لهم؟ جوج بنيتات عفوا ماشي وليدات، شنو غادي تقول لهم؟ شنو الوضعيه ديالها؟ يعني للاسف الشديد الشناقه داروا خبله، الوضعيه صعيبه، غدا العيد الناس غادي يطيبوا الشوا، الكبده، الشحمه والتشنشيط كي تنقولوا بالدارجه، ولكن هي ولادها لهم الله. اختي شنو تقولي لنا اختي؟ نقول لهم شنو واقع؟ السلام عليكم، انا راهي ساكنه عايف في دار قريبه تطيح وما عنديش، وتا الراجل ما خدم والو، ما مسوقش، وانا ولادي تيبكيو باغيني العيد، انا ما عنديش، كان عندي كرم السوق، ما الغلا السوق طالع السوق تيقول لك من 60 الفوق، وانا ما عنديش، انا ما بحاليش، ولادي تيبكيو باغيين العيد. ولادي تيبكيو شي يقول لك؟ ولاد تيقول لك شري الحولي كاع عباد الله شاريين، وحنا ما تنطلب لا كان شي محسنين ولا يعاونوني خل نشري شي اخريه على قد الحال. شحال دابا عندك في جيبك؟ شحال؟ عندي 5000 ريال. 5000 ريال ما لقيتيش كاع؟ ما 5000 ريال اللي عندك هي اللي كاينه في وضعي، ما كاينش، وانا ما خداماش، عيب تنديباني هكا هو. فاش تخدم؟ بالطيور تنبريكو. الطيور؟ دابا وليداتك كلشي عيد وانتي ما عيداتش، كيفاش؟ واش غندير؟ والبنات كانوا ولاد بعدا ما هضري وصلت صوتك غير البنات، ماشي كون كانوا ولاد نقول البنات تيبقاو يبكيو تيشوفوا كاع عباد الله معيده وسميتو تيتعقدوا الدراري اللي شافوا واحد معيد وواحد ما معيدش راه تيبقى بهم. شنو غادي تبغي تهضري؟ شنو تقولي للمحسنين؟ تنقول لهم لا بغاو يعاونوني نشري حولي لولادي على قد الحال وصافي. ولكن اختي انا ما عندك ما تعيديش، هذه 5000 ريال ماشي مشكل ما نعيطش، ولكن هما ما بغاوش، قلت لهم نشري لكم كويتا والحيمه وداك الشيء، قال لك والو هما باغيين الحولي يشوفوا، باغيين القرون، باغيين ريحه الحولي في الدار تمعميع. دابا غدا غيكون جيرانك تيشويو وليداتك. وي انا كاع ما تيبقى فيا الحال، ولكن الدراري هما دراري صغار. بنت عندها يلاه 8 سنين، اخرى عندها 12 عام، وتقول لك كاع عباد الله معيدين وحنا ما نعيدوش. باهم شي واحد ماشي شي. فاش خدام باه؟ بوزروك. ها؟ بوزروك. بوزروك، يجمع بوزروك. اه ولكن مبلي هو مبلي تيبقى تيكمي وتيكمي الحشيش في الدار. السيد ما مسوقش. تيضربك؟ كان تيضربني، هو عوج لي نيفي، امي هو اللي طيحوا ليا. واش غندير؟ غنمشي ندعي؟ ما لا، تنقول على وجه الدراري وصافي، ما تنبغيش نصيفطو للحبس. عايشة المعاناة. هذاك الشيء اللي كاين وحنا صابرين، اش غندير على ديك البنيت؟ دابا ما دابا ترجعي للدار شنو تقولي لهم؟ ودابا يومين دورت البارح المرأة
قالت لي مين دورت لها البح كان ما جاوباتنيش اليوم، مين دورت ليها فرحوا فرحوا قالوا، قالت لي قلت لها صافي، قلت لي احنا غنمشيو للبحر غنجيو نلقاو الحبل ان شاء الله، ما عرفناش شكون نمشيو للبحر ان شاء الله حتى انا البحر تمشي وياهم. دابا راه دابا موي قالوا راه صافي راه تجيب الحبل. جيتي لقيتك جالسه هنايا، لقيتك جالسه هنايا ويا جالسه تسناو اش غندير، لقيتيش اللي عاونات والو. عندك العائلة والعائلة والعائلة غيبقاو ديما يعطيوك ديما عليك باش تشري لي قامة باش فين هو الحولة تشري لي قامة؟ عاد الغلا شنو تقول الشناقة اللي غلاو هادشي؟ ايوا واش غنقول لهم هاد الشناقة اللي سميتو راه عباد الله راه نصف سميتو ما عيطوش على وداد الغلا، الناس مساكن ما لاقين تا ما ياكلو غادي يمشيو يشريو الحولي ب60 ولا ب70. لا الغلا الغلا خويا بزاف الغلا اكثر هاد العام الغلا بزاف عيقوا على عباد الله. انا يا ماشي تنبقى نمشي نعاود لعباد الله شنو، انا صابره تيحن الله، انا بغيت نكبر هذوك الوليدات تيقراو داك الشيء، واللي يبغى مين غيجي شي موت عيجي نكبرهم بعدا ونتهلا فيهم. شنو الحلم ديالك تشتو في ولادك؟ انا بغيتهم يكونوا يقراو مزيان ويطلعوا شي حاجة، شي حاجة مهم اللي غادي يستافدوا فيها هما. شنو تقولي لوليداتك؟ شنو نقول لهم؟ نقول لهم قراو باش طلعوا، ماشي نديروا بحال أنايا لما قريت ما والو، يقراو ويطلعوا ويديروا شي حاجة اللي غادي تنفع. مازال تيضربك الراجل؟ لا وصلت انا ويا المخزن، لا وصلت انا ويا المخزن مبقاش يضربني اصلا، ما هو ما تعمرش كيفاش ضربني بهادي برجلي. فين ضربني؟ ضربني في فمي، كان فمي كله مشى لي ولا عوج لي نيف هو. دابا متي خيتي الفلوس اللي جاب بابو زروك شنو فيه؟ بلي هو بالحشيش والكارو تيكمي الحشيش، واش غتقول لي؟ غتقول له لا ما تحميش، وانت على هضرتي مع تينوضي ضربك. انا المخزن غنمشي غنصيفطو للحبسه، ما نستافد والو، هو غيدوز كاري. واش ندير؟ الله يدير شي تاوي. الوليدات الوليدات مرات تيبقاو يفكوني، مرات تيبقاو سميتو تيبقى يضربهم، واش غنقول؟ نقول له ما تضربهمش. تقول لي تفارقي معاه؟ نقول لهم راه هو اللي هو اللي جالس معايا، ماشي انا اللي جالس معايا. هو مرة جاي مرة ما مرة تيغيب كاع تيمشي، مرة هكا مرة لدارهم مرة تيمشي خويه تيجي يطلع عليهم. شنو رسالة ديك؟ شنو تقول للمحسنين؟ تنقول للمحسنين لا الله يسهل عليهم، واخا اخر يكون على قد الحالين فرح هذوك البنيتات. فين ساكنة انت؟ انا ساكنة بسيدي موسى. قلتي يا رب الدار تري؟ الدار ديرينا في السقوط. دخلنا مزعوم. ديرينا في السقوط، والدار اللي دخلتي ليها وتقول لي باز لك انت جالسه فيها. طوبة؟ لا ما كايناش طوبة، هي الدار تطيح، عندي واحد البيت طايح له السقف كله. ونصب الشر. تنجروا الماء تنديروا السيمة. وكان السقف ديالو طايح. راسك ما يبقاش يبعد على البليه وتهلا. واحد من صغره هو مبلي بهذاك الشيء غادي يمنع. دابا ترجعي لوليداتك شنو تقولي؟ ايوا لا ما كانش، علاش غادي نمشي نسرق ولا ما كانش، راه نمشي نشري لهم الحيمات وداك الشيء على قد. لا حنا العام اللي فات كنا شريناه حنا. فاش شريتيناه؟ كنا شريناه ب16 شري. هو العام اللي فات كانوا تيجيو محسنين تيعطيو. هاد العام؟ هاد العام ما كسبش. الله يسهل. تمنوا شي محسن دابا يشوفك ويتعامل؟ وما نتمنى، نتمنوا من ربي الله يسهل عليهم يفرحوا لي هذوك البنيتات تيبقاو يبكيو، ما بحاليش انا كان بحالي انا نمشي نشري الماء لكن الغلا الغلا ما السوق اخويا طايح طالع طالع، الناس حدانا تشوف خروف
صغير ب60 شارينو الناس 5000 ريال باش تقول لهم عندي حق. وايه واش غتقول؟ واش غايقول؟ 60 وكل شيء قداش كي داير 60 صغير هاد العام ما شفناش الاجواء العيد والو الناس مساكن راه كان تتشوف الناس غاديين ماشيين هما شاريين الحواله ولكن هاد العام راه الناس نصف المغرب راه ما معيدينش عباد الله بهاد الغلا. كلمه اخيره تنقول لهم الله يرحم الوالدين اللي خطب على دوك الدراري سهل عليهم بشي خريب على قد الحال ما كانش غندير.